السلام عليكم. انا عندي مرض السلطه ديال الدم، وعندي مرض السل، وعندي طيحان من فوق لي في كرشي. هادي عام تقريبا، عام مرض في الاول مرض السل، ومن بعدها مرض مني مرض بمرض السل مشيت تعالجت منه، رجع لي عاوتاني الولسيس. فاش رجعت عندهم قال لي يا الطبيب راه رجع عندك السول، عطاني الدواء شربته مدة 4 شهور، درت واحد العملية في عنقي على الولسيسة باش يتأكدوا واش مرض السول، لأن ما كي داك الولسيس ما كي هي كيكتر ما كينقصش. فاش مشيت قالوا لي راه عندك مرض السرطان، ما عندكش مرض الولد مرض السول. فاش رجعت عاوتاني دابا درت سكانير، وكان مشي دابا المركب موكب فاس، ملي مشيت درت سكانير فاس خرج لي السكانير وواحد التحاليل، قال لي الطبيب ديال فاس بان راه عندي تا مرض السل راه باقي، علاش حبستي الدواء؟ قلت له هما اللي حبسوه ليا. قال لي راه عندك مرض السرطان ومرض الولسيس وعندك طيحان وعندك كريات البويض طالعين بزاف، يعني راكي خاطر عليك، خصك تبداي العلاج. طلبوا مني باش ندير داك الشيء، مي قالوا لي ديريها، انا التغطيه كانت عندي وقفوها لي، وقفوا لي التغطيه ما عرفتش علاش، وانا ما عنديش، هي انا وعايشه، هي انا وولدي مطلقه، ما عندي دابا لا ما ناكل لا ما نشرب، حيت انا اللي كنت خدامه غير في المناجات وداك الشيء على ولدي. دابا منين مرت مبقيتش تنتمشى، كنتمشى بكروسه، ما بقيتش اللي يعاوني ولا اللي يعالجني ولا حتى اللي يجي يدخل عليا ويطلع عليا. دابا كنطلب منكم من المحسنين باش يساعدوني، انا باغي التغطيه على الاقل نداوي غير صحتي، باغي التغطيه. دابا وصلت للشيمي، مشيت هاد الخطره باش نديرو، قالوا لي ما عندكش تغطيه خصك تخلصي 160 ريال. انا ما عنديش، عطاني واحد التحليله قال لي دابا ديريها لي وتجيبيها لي. فاش مشيت باش نديرها قالوا لي 20 ألف، ما درتهاش ما عنديش. خرج لي دابا ديك التحليله ما درتهاش، وخرج لي 9 اخرين حتى هما ما لقيتش باش نديرهم، ما عرفتش الثمن ديال، عرفتي وحده والاخرين ما عنديش، ما سولتش فيهم، ما عرفتش شحال دايرين. وعطاني الرانديفو في شهر 3 فيه 29، باش رجع عاوتاني قال لي سيري ربما تقادي الامور ديال التغطيه باش تجي، باش خصك ضروري تبداي العلاج ديالك وديري الشيمي وخلاص. على الدواء السر راني باقا كنشرب الدواء ديال صحتي، ما عجبانيش. مسجله كان عندي الراميد بيه باش ردوني للتغطيه، مع الوقت ما عرفتش قالوا لي راه توقفات ليك، قال لي راه لغاوك خصك تمشي للرباط، تمشي للرباط من عندهم، احنا ما عندناش. عيطت للرغب وكنزاو، قلت لهم شوفوا انا باغي نتعالج، انا ما باغا حتى شي حاجه، بغيت هي التغطيه تخليوها ليا باش نتعالج. قالوا لي خصك تطلعي للرباط، انا ما نقدرش نطلع للرباط، ما عنديش اللي غيديني للرباط، واصلا ما كنتمشاش، خاص لي يديني ويجيبني. مشيت للعماله عييت مغوت والو، مشيت دخلت عند لاسينيس ودخلت عند الطبيب والو، صيفطوني عاوتاني القياده قالوا والو. ما عرفتش دابا فين نمشي، وتيقولوا لي سيري الرباط، انا الرباط ما كنعرفش فيه، واصلا انا مريضه ما عنديش كي ندير باش نمشي، وما عنديش باش نمشي، انا الماكله مره ناكل انا وولدي مره ما كناكلش. ولدي بسبب هذا المرض ديالي مسكني جابني وكايه ما بقاش تيقرا، رجعت هو غير جالس، حتى هو مرض بهادشي اللي جابني فيه. طلب ديالي بغيتكم تساعدوني، الله يسهل عليكم المسنين، الله يسهل عليكم، تساعدوني باش نتبع العلاج ديالي ونتشافى من هذا المرض اللي انا فيه. رسالتي لوزير الصحة، الله يسهل عليك، الله يفاجئ علي في هاد العواشر، كنطلب منك حاجة وحدة باش يساعدوني في هاد التغطية، باش نكمل هاد العلاج ديالي،
وانت شافت انا الولدي. الله يسهل عليكم الا قديتو تشوفوه فيا نزه الله. وتنطلب سيدنا محمد السادس باش حتى هو يوقف معايا ويشوف من الحاله ديالي. 14 13 03 46 اللي بغى يعاونني الله يكثر خيركم والله يسهل عليكم. راه ما عنديش وما في حاليش وما عنديش حتى اللي يدخل عليا ولا يطلق ليا الجيران. الله يكثر خيرهم. مره مره كيطلع عليا شي واحد وصافي ما عنديش.